السلام عليكم. علامات الساعة الكبرى ظهرت اليوم في نهر الفرات أمام آلاف المسلمين وأنتم غافلون عنها، لن تصدق ما ظهر. سنتعرف الآن على أقوى علامة من علامات الساعة التي ظهرت اليوم وجميع المسلمين يغفلون عنها، ولكن فضلا إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. انحسار نهر الفرات عن جبل من الذهب هي علامة من علامات الساعة، حيث ينحسر نهر الفرات عن جبل من الذهب ويتسامع الناس بهذا الكنز العظيم ويتقاطرون عليه من كل جانب في سباق محموم للحصول عليه والاستئثار به، فتتهافت نفوسهم وبعد ذلك تحدث المجزرة الكبرى التي أخبرنا عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث يقتل من كل 199 كما جاء في روايات كثيرة، حيث أن تحت نهر الفرات جبل كبير جدا من الذهب. هذا الجبل إذا ظهر فهذه تعتبر من أقوى علامات الساعة التي ظهرت. سبحان الله، فهذه العلامة ظهرت واكتشفها العلماء، حيث انكشف جبل الذهب وصوره العلماء من الفضاء. سبحان الله. وهذه صورة جبل الذهب، وهذا الجبل موجود تحت نهر الفرات في العراق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من الذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199 فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا أنجو. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من الذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. نهر الفرات الذي كانت تصل مياهه إلى حافات الطرق سابقا تراجع بشكل كبير حتى أصبح أقرب إلى الساقية منه. نقف الآن أمام مشهد يقطع القلوب عندما نرى بأن الفرات قد انحسر أغلب مائه، وهذا مصداق ما أخبرنا به الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حينما قال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات على جبل من ذهب يقتتل عليه كل 100 لا ينجو منهم إلا واحدا. إن المراكز التخصصية والعلمية قد سجلت تسعينيات القرن الماضي ارتفاع مناسيب نهر الفرات إلى أوجه وإلى الذروة حتى بلغت أنه 4 أمتار مناسيبه أو تعدد هذا الرقم، إلا أنه في السنوات الأخيرة في الفترات الأخيرة قد تراجع هذا المنسوب حتى كاد أن يصل إلى 2 متر أو دون ذلك، وهذا أثر سلبا على واقع السياحي والواقع الاقتصادي. في شارع النهر ببغداد يبدأ علي مع شريكه ثائر منذ ظهور أول خيوط النهار عملهم في البحث عن قذاذات الذهب الذي يخرج من مكان تصريف المياه. الشريكان يمكثان ساعات طويلة وهما يبحثان بإمعان وتركيز بين ذرات الرمل عن قطع صغيرة من الذهب أو حتى الفضة. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: لا يزال الناس مختلف أعناقهم في طلب الدنيا. قلت: أجل. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من الذهب، فإذا سمع به الناس صاروا إليه يأخذون من الجبل حتى لم يتبقى منه شيئا ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. يقول الإمام النووي رحمه الله في معنى انحسار الفرات ومعنى انحسار انكشافه وذهب الماء الموجود في النهر، وقد يكون بسبب تحول مجرى النهر، فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير معروف، فإذا تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب ومر قريبا من هذا الجبل كشفه، والله أعلم. أما معنى أن يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199 ولا ينجو إلا واحد، الظاهر من معنى هذا الحديث أن القتال يقع بين المسلمين أنفسهم، عندما ينكشف هذا الجبل الكثير من الناس ستقتل بعضها البعض حتى يحصلون عليه، لأنه بالتأكيد شيء مغري. تخيل أن أمامك جبل ضخم من الذهب، ولكن الغريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الأخذ من هذا الجبل لسبب أن جميع الناس والمسلمين سيقتلون بعضهم عليه. جاء في صحيح من حديث عبد الله بن الحارث أنه قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: إن الناس لا تزال أعناقهم مختلفة إلى الدنيا. قال عبد الله: قلت نعم، أي قلت لأبي نعم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب
فإذا سمع به الناس ساروا إليه، ويقول الذي عنده لئن تركناه لهم ليأخذوه فيقتتلون عنده، فلا يكاد ينجو منهم أحد، ينجو يقتتل عنده 99 نفسا، من كل 199 نفسا. هذا الحديث إذا أتينا بلا حديث آخر كذلك في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمعتم بذلك فلا تذهبوا إليه، يقتل عنده من كل 199. هذان الحديثان ولهما شواهد أخر، وإن كان هما في الصحيح لكن شواهد أقصد تؤيد المعنى لا تؤيد السند. هذا كله أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض ألفاظ الحديث كنز، وبعض ألفاظ الحديث جبل. ولكن بعد ذلك في زمن عيسى عليه السلام يكثر المال في الدنيا ولا يوجد فقير، وفسر أحد العلماء أن هذا المال الكثير هو بسبب هذا الجبل. فذكر القرطبي أن هذا الزمان الذي أخبرنا عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن المال يفيض فيه ولا يقبله أحد، وذلك في زمن عيسى عليه السلام، ولعل سبب هذا الفيض العظيم ذلك الجبل الضخم مع ما يحصل عليه المسلمون من أموال المشركين. جبل من ذهب، لم يقل عن كوم من ذهب او عن تل من ذهب، لا جبل، والتل مكان مرتفع ولكنه اصغر من جبل. أيوة. التل مكان اصغر ولكن بقول جبل، جبل من ذهب، اي ان له ارتفاع وله جذور في الارض توافق نفس الارتفاع. ده معناه عظم الذهب. أيوة. كثرة الذهب هي دي. والا مع احترامي يعني ان قيل حتى يحسر عن ذهب او كيد، ممكن الذهب مع احترامي يكون زي اي ذهب الموجود في الفائض عند اي دوله، ممكن يكون شيء قليل. صحيح. لا ويكون شيء قليل صحيح. يكون طين 2 طين 3 طين 4 طين، لكن ده جبل بلفظ جبل، يعني له ارتفاع وله جذور في الارض. معايا استاذ هاني؟ بقول لك ايه يا سيدي، يقتتل الناس عليه. انا بجيب لك الكلام ده ليه؟ لان في تخريف تم في كتب كثيره جدا وعلى منابر كثيره جدا في قضيه حصر الفرات عن جبل من ذهب. لا، ده اول حاجه النبي حدد لي المكان، المكان اللي هو ايه؟ الفرات. وحدد لي الشيء اللي يخرج منه وقيده بالالفاظ اللي هو جبل من ذهب. ده مشكلة كبيرة. والعلامة كمان الناس هتقتتل عليه أول ما ينكشف، أول ما ينحسر، أول ما يظهر يقتتل الناس عليه. ينجو من كل 100، يعني يقتل من كل 199 وينجو واحد. واحد في المية لهينجو. يعني من كل 100 هينجو واحد. معايا أستاذ هاني؟ ويقول كل رجل لعلي أنا هو، لعلي أنا الذي إيه؟ أنجو. يعني هم رايحين يقتتلوا عارفين إن هيموت 99. عارفين. بس كل واحد عنده امل عالية انه ربما يكون هو اللي هينجو. بس عشان يجيب الذهب دي قتل على الذهب طبعا عند البخاري ومسلم. الجبل ده ليس المقصود به البترول، كتبوا عنه ان هو البترول طبعا، والكلام انت عارفه ده، واتقالت على الفضائيات والعك ده. بقول عك ليه بقى؟ اولا النص يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل من ذهب ولم يقل بترول. طب ما هو البترول ذهب. اوصل او يعني ليس دلاله لفظ قدر ما هو استنباط المعنى. لا 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 لا، عارف ليه؟ البترول ليس بذهب. انت ممكن تقول البترول يكافئ الذهب، يعني له قيمه ويباع ويبنى اصحابه ويكافئ المتفقين فيكافئ. لكن ليس هو بالذهب. زي ما اقول لك ايه، المشروب الروحي المقصود به الخمره. خدت حضرتك ازاي؟ لان سقط اللفظ على ما تعرف عليه الناس. انما ما ينفعش يجي اقول لحضرتك يعني ايه الذهب هو البنزين. البنزين ليس بذهب. هذا لو استعمل وهذا لو استعمل، هذا لو وصف وهذا لو وصف، هنا اختتم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول يعني حتى يحسر الفرات عن خير كثير يشبه الماء الى اخر هذه الامور، او تستفيدون به في كيت وفي كيت الى اخر. لا، انت عايز تقول دلاله اللفظ، دلاله اللفظ دلاله واضحه، واضحه محدده. تمام. ما ينفعش ان احنا نحاول ان احنا نحرفها. تمام. نخليها بترول، نخليها حاجة تانية، مش هينفع. عارف ليه؟ لأن ما بعده كمان يوضح تماما التقييد بالنص. ليه؟ تاني حاجة قال لك ماء النهر ينحسر عن جبل من ذهب. وانت عارف البترول يخرج من البحار ويخرج من الأرض الجدباء ويخرج من الصحراء ويخرج من كل مكان. إنما هم ما جاب لك انحسار الماء العذب خاصة وباسم نهر بعينه في انحساره عن الذهب، دل على أنه ليس البترول. دل على أنه ليس إيه؟ البترول. ولا البترول لا ينحسر مع احترامي في مكان بعينه. تعال ثالث حاجة، إن النبي خص الفرات بأنه ينحسر، يعني أول ما المية تغيب يا أستاذ هاني شوف ينحسر، هي المية تبدأ تغيب 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 تجف يظهر الجبل.
يعني المية مرتفعة جدا. أثناء ما تنخفض المية كل ما تنخفض المية يظهر الجبل. تجف المية خالص ظهر الجبل. يعني الجبل ده تحت المية. أحسنت، ولكنه فوق الأرض. البترول لا يستخرج من باطن الأرض من العمق البعيد. يعني الجبل ده موجود الآن ولكن المية مغطية. تمام، خلي بال حضرتك أهو. أنا الوقت ممكن ربنا يخفيه تماما، أصل لو ظهر حتى كده قبل موعده يبقى في تكذيب بالآية. أنا بقول لحضرتك أهو، انحسار المية عن هذا الجبل بتكشفه، والجبل على الأرض وليس في بطن الأرض، لكن جذره في بطن الأرض. البترول لا، ده اللي بحفر في الأرض حتى لو رايح في محيط أو بحر، شو بيفحروا في بطن المحيط أو في باطن الأرض.